لازم هذا كبير الصغار بين يخرجوا ويدموا ما تعرفوش. علاش فرونسيز زعما علاش فرونسيز؟ علاش العربية هي الأولى؟ العربية هي الأولى خويا الفرنسية. اللغة الأم. الفرنساوي صاحبي. اللغة العربية لغة القرآن هي الأولى. عاد ندوزو الفرنساوي والإنجليزية والطل. الصراحة بلان ما خصو يتكلم باللغة ديالو. علاش أنا نهضر بالفرنسية ونهضر بالإنجليزية؟ أنا مغربي خصني نهضر باللغة ديالي صافي سالينا نترجمو ديك الساعة ومولاه يدبر راسو. رجع في ماتيك ناري لقى مع قنوة صافي شوف الله غادي مسكين كيستعد رجع ولا اللي قال لي فين غادي قنعة هي قنعة هذا هو الزين اللي كنعرفو الله لا يخليك ليا ربي يخليك دابا شي نهار نعرض عليك ناكلو شي حاجة في المطعم اوكي ضروري الحبيبه ديالي نشوفك ضروري نتسبيدا ونجي لتما ضروري حبي كنبغيك نعرض عليك احسن ريستوران في فيغو الا ما قدرنا هذيك نمشي لتا اكادير ندورو شي نهار تما في اكادير الا بغيتي نديو الموتور ندورو تقريبا في مارينا نجي لك شي حاجه صافي على بوينينا انتي وردة انتي ملاك انتي قمر انتي اللي ضويتي علينا انتي اللي ضويتي علينا لقاش احمد بحال هكا زعما عزيزة على مرض والدي غادي تجيبها ليا يوم الجمعة وهاد الصدقة خرجناها على دنيا الله يفكها الله يفكها ويعطيها الطريق فهاد الطريق واللي تسبب ليها هاد المشكل الله يعطيها ليه بين الطرقان ان شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم دنيا وهاد الصدقة هي خارجة للجامع الله يلا المغاربة عالم قسما بالله دنيا باطمة كاع مسروقة لهم كاع ما عارفينها ما عارفهم كاع واش كاينين لوجه الارض وما جينين هاد الحالة كلها الله الدنيا بطمه وخرج من الحبس ما تعقل على شي حد بالله شتي مني غتكون مشات البارح غتكون نعسات غتكون نعسات مرتاحه مسكينه لانه قلت لك حنا ملي تمتعنا بالصراح واحد الشهر ما كناش كننعسوا كان النهار كيدوز عندنا ما عرفت باش كحل بخير وعلى خير ما تصبت لا بنهيار ما مريضه ما حتى شي حاجه سيده بخير وعلى خير مع النزيلات اللي معاها في السجن والنازلات اللي معاها في السجن راه هما اقسم بالله كيقول لي السيد لا مضامنين معاها وكيواسيوها وكيرفعوا لها من المعنويات ديالها كلشي معاها حتى شي واحد ما زعما شاف فيها شي شوفها حاجه خايبه ولا شي هذا كلشي جالس معاها وكيواسيها وكيرفعوا لها من المعنويات ومن بعد من نحن يرفعوا لها المعنويات اللي ينزلوهم اللي يخليهم من نحن واش دخلنا في داك الشيء قالوا لي بالتهرنيتك وصلتي للعالمية واحد رياكشن ديال واحد الهنود واحد الهندي دار رياكشن على الفيديو ديالي وقالوا لي هيا غير بالتهرنيطة وصلت للعالمية هذاك الشيء علاش وصلتي للعالمية ما عطاش من الانسان اش درتي بالسلامة وصلتي للعالمية مهما كان شيء ما تمناه لأي حد إن كان صديق إن كان قريب إن كان حبيب إن كان إيش ما كان شيء موضوع وانتهى اوكي بس هذا الشيء ما اتمناه انت حتى لعدوك. رايت الله يصبر اهلها ويصبر الناس اللي يحبونها ويصبر متابعينها كلهم. اوكي انا في الفتره الاخيره شوي يتوني انتم كذي الحبايب تيون تسبون تغلطون انا طبعا معطيكم جوكم وما شفتوني علقت معاكم ولا اصلا علقت الموضوع دي ولا انا اصلا طالع لايف عشان اتكلم في ذا الموضوع هذا رقم واحد عشان تعرفون ذا الموضوع. حياتي الشخصية الله يحفظكم أنا حياتي وأنا بروحي بحافظ عليها أنا رسالتي اللي أنا بتكلم فيها شغلة بسيطة اللي هي رسالة طبعا ذي لحشرات أنا اللي أسميهم حشرات السوشيال ميديا الناس التافهة طبعا اللي مطلقين اللي مشتتة
اللي عليها قرض في البنك، اللي تفتح اليوتيوبات وتقعد تسولف عن عباد الله وتتكلم، لا ويتحجون طبعا معاك انت باسلوب انه يمكن شيخ شرقتك انت المعلم. لا ودي اسويت الموسيقى وانا لاوتي بالي تبع هذا يقوط الماكياج والفلتر واللبس وكل شيء ما بان فيها لا زيل لا شي حاجه ما بان عليها والو تخلع من العرصة ولا شنو كاين شنو هادي ستو قالت بالشورت ولا شنو فهمتو هذا خوها ولا راجلها ولا شنو شنو ضربات هذه لا سهل صور مقلوب هذه نورة جديدة في مجلس نادي الجبال شو عنديش مع الحنانة دابا انا اللي عطى الله عطاه دابا كنحاول نقنع راسي بان هذا حمام فهمتوا درت الجليده ديالي حطيت برودويات ديالي حطيت سطوليك جوج سطوله اللي حاسدين عليهم في الحمام حنا غنديرهم في الدار يلا خدم انت يلا عاد شوفوا تا هو مال خسران بوطه وسير على الله الله الماء سخون الحمد لله الحمد لله جوج سطيلات ورحنا عايمين ومدوشين راه بحال كنديروا في الحمام بحال هكا وتا خيتي بعدا ناخذ هاد الماء الحار راني مدوشاه بالليل تحل يا صحتي تحلي ها سمحوا لي راني جايه زياره عندكم ها سمحوا لينا سمحوا لي طفلت عليكم في حمامكم بالليل هاد السؤال ديال الزواج بالضبط مابقيتش كنقدر نسمعو الصراحه لانه الزواج نصيب الزواج غيجي في وقته غيجي في الوقيته اللي بغى الله وكما قلت لهم وباقا كنقول لهم دعوا معايا يجيب لي الله ولد الناس لان بالنسبه لي الزواج هو موده ورحمه هو حب حقيقي ماشي حب مصلحه وها انا تزوجت ابدا بالنسبه لي كنبغي نكون بيور وكنبغي نعيش اللحظه اللي بغيت نحس بها انا وداكشي علاش الزواج باقي ما كتبش الله ان شاء الله مستقبلا ما عرفنا شنو كاين كلامها كله معقول ولكن واش كاين شي تطبيق على ارض الواقع ولا غير بلا وصافي